تمام. دايما كرة اليد السعودية بتتمحور في المنطقة الشرقية، تمام قوة كرة اليد السعودية دايما في المنطقة الشرقية، نادي تمام النور، الخليج، نادي مدر اللي الصفا. طبعا لعب، الصفا كمان، حتى مدر لعب، كان لعب سوبر جلوب قبل كده، بالظبط ونادي من الأندية الكبيرة. فدايما النور ومدر والخليج والصفا المعركة ما بينهم، حتى غير أندية السعودية كلها المعركة بتكون أقوى من الدوري السعودي نفسه، فعلا. صح؟ هو الماتشات دي كلها ماتشات ديربي. يمكن جت فتره كده سنتين ثلاثه الوحده دخل على الخط، مظبوط. لكن التاريخ تاريخ اصلا، تاريخ اهلي جده هو صاحب اكبر انجازات بطولات دوري وكاس، هو اهلي جده. لكن بيمر بفتره بقاله طويله مش قادر يرجع لمنصه التتويج. لكن فعلا كره اليد حاليا من فتره طويله، من حوالي 7 8 سنين، في المنطقة الشرقية منتشر شيء. ماتشات قوية جدا. الدوري السعودي دوري قوي جدا، في لعيبة محترفين على مستوى عالي. أنا بقول لحضرتك أنا سعدت بالتجربة، سعدت بالناس اللي كنت شغال معاهم، ناس محترمة، ناس وفرت لنا كل حاجة، والحمد لله قدرنا نعمل نتيجة كويسة، نسيب بصمة تليق بسمعة مدرب كرة اليد المصري في دول الخليج. اكيد دايما يعني كرة اليد المصرية سعرها غالي الحمد لله. ومغلية من لاعبتها ومن مدربينها، دايما بقول كده، اللعبة اللي بتتفوق على مستوى عالمي بتعلي سعر المدربين وبتعلي سعر اللعيبة، ما تكلمش على السعر المادي، السعر المعنوي حتى. كابتن طارق، طبعا، لان خلي بالك انت دلوقتي، انت بتعتبر من احسن 6 دول او 8 دول على مستوى العالم، فانت ليك مدرسه خاصه بيك، وبالتالي انت قريب من الدول العربيه، والمدرسه دي هم مطلوبه دايما، لان انت اللغه بتفرق، الاحساس بالعلاقه ما بينك وما بين اللاعب العربي بتفرق، وبالتالي هو شايفك ان انت حاجه كويسه، والحمد لله احنا حاجه كويسه. انت عندك بطل عالم للناشئين سابقا، وثالث عالم للشباب، ف دي معاك تالت عالم الشباب مع حضرتك طبعا. الحمد لله رب العالمين. فهي دي بتديك دفعه كويسه، وبتديك وحطك في مكانه عاليه جدا على مستوى الدول العربيه وكمان الاوروبيه. يعني انت دلوقتي اغلب الدول العربيه بتطلبك في معسكرات، اذا كان ناشئين وشباب، عايزه تتفرج على المدرسه المصريه، عايزه تعرف هي وصلت لفين. وبالتالي الحمد لله الاتحاد اللي موجود حاليا شغال بنظرية كويسة، ان انت لازم تبقى في احتكاك مستمر، والاحتكاك ده هو اللي بيؤدي للنتائج اللي الحمد لله احنا وصلنا. تمام.